أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: بالنسبة لهذا الكثيب الصغير الذي هو منتشر من قديم، وهو ما يسمى بدعاء ختم القرآن، وهو منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، هل صحيح أن ابن تيمية قد ألفه؟ الله أعلم، لكن الأدعية التي فيه أدعية صحيحة من الكتاب والسنة، هي أدعية صحيحة مأخوذة من الكتاب والسنة، سواء كانت من تأليف شيخ الإسلام أو غيره. الحمد لله، ما دامت أنها أدعية صحيحة فالدعاء بها مشروع. نعم.